من بين أخبار موسم 96-97 من حول العالم هو فوز اليوفي بكأس الإنتر كونتيننتال في طوكيو. في إسبانيا تمكن ريال مدريد بقيادة فابيو كابيلو من الفوز على برشلونة ليتصدر قائمة الترتيب في أول لقاء لهما على ملعب البرنابيو. بوبي روبسون وصل إلى إسبانيا ليتولى قيادة برشلونة التي لم تدم سوى عام واحد، لكنه حصل خلالها على كأس الكؤوس الأوروبية وكأس الملك. وفي افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز ظهر الشاب اليافع ديفيد بيكهام وبرز بين الكبار بعد هدفه من مسافة 55 ياردة.